president. كونوا مطمئنين تماما في اثيوبيا في السودان وفي مصر كونوا مطمئنين تماما في قاده مسؤولين التقينا وتكلمنا واتفقنا مفيش ضرر ان شاء الله على حد المصلحه لاثيوبيا هي مصلحه مصر المصلحه للسودان هي مصلحه مصر المصلحه لمصر هي مصلحه لاثيوبيا نحن نتكلم كدوله واحده مش ثلاث دول صوت واحد It's a matter of consensus.